السلام عليكم. سلاح البر الإيراني، حدود بلادنا محصنة أمام العدو الأجنبي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد العميد كوميثور حيدري قائد القوة البرية الثابعة للجيش الإيراني أمس الأربعاء أن جميع حدود بلاده محصنة أمام العدو الأجنبي. وذكرت وكالة فارس مساء أمس الأربعاء أن تصريحات العميد جاءت في حديث خلال اجتماع المجلس الإداري لقضاء لاهيجان شمالي إيران. وأوضح العميد حيدري أن صيانة وحدة إيران واستقلالها هي من مهام الجيش تحت ظل القيادة، وأن بلاده نفذت هذه الأهداف على أرض الواقع حتى الآن، مشيرا إلى أن التواجد القوي للجيش في حدود البلاد وجميع الحدود الإيرانية محصنة أمام العدو الأجنبي، وأبناء الجيش صامدون حتى النفس الأخير في خدمة الشعب. وكان الجيش الإيراني حذر من الرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان، مؤكدا أن الجيش يحرس حدود بلاده بشكل صلابة واقتدار. وقال قائد مقر غرب البلاد للقوات البرية للجيش الإيراني العميد الركن سليمان ظاهري إن الإيمان والتدريب والانضباط وامتلاك الروح العالية أدت لتخطي القوات البرية المتواجدة في الشريط الحدودي بجهوزية عالية لمواجهة الأعداء باقتدار، حسب وكالة فارس الإيرانية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.